ايه يا جماعة، طلعت لكم الشاشة الشير الدكتور لا طلعت لكم؟ ايه، خلي نبدي. طار الوقت سيستم، يعني هذا الموبايل اللي بيدك او يعني الكمبيوتر بشكل عام، يعني هذا المايكروبروسيسور اشنو هو دوره بالحاسب بالضبط؟ هذا الرسم البسيط التخطيطي يوضح لنا دور هذا المايكروبروسيسور. شوف، المايكروبروسيسور رمزتوا له بالكتب، يرمزوا له يعني شنو ميو بي. مايكروبروسيسور ميو يعني ايش؟ يعني شيء صغير، يعني معالج صغير. مايكرو، هذا المايكروبروسيسور بشكل عام يربط يعني بشيء يسمونه سيستم، باص سيستم يعني الادريس باص، الداتا باص، كنترول لاين. هذه السيستم باص يربط لنا اجزاء خلينا نقول الديسكريت كومبوننت. الديسكريت كومبوننت اقصد بيها مثل الروم، الرام، الانبوت اوت بوت. ايش هو الانبوت؟ مثل الكيبورد، مثل الماوس وغيره. الاوت بوت مثل الشاشه، اي شيء اوت بوت، صوت. فيصير عمليه الربط هاي الاجزاء الكومبوننت داخل الحاسبه، ها، كلها تربط مع بعض عن طريق السيستم بس. والمايكروبروسيسور يتواصل او يتحكم بهاي الكومبوننت، ها، عن طريق السيستم بس. يعني مثلا شوف، هنا هاي الروم، حتى يقرا من هاي الذاكره لازم احنا لي قدام، لازم احنا عندنا العنوان مال هاي الذاكره. ادريس باص يحمل العنوان. ال 86 الادريس باص ماله حجمه 20 بت. هاي نقطه جدا مهمه دائما نحفظها، 20 بت. يعني 2 لو 20 يعني 1 ميجا، يعني ممكن يصل الذاكره حجمها 1 ميجا، اي اقصى شيء. زين، يصل. لازم احنا اللي قدام عندنا الادريس، العناوين. هاي العناوين لازم نعرفها، لازم مايكرو بروسيسور حتى يخاطب اي قطعه من هاي القطع. طبعا قطعه كثيره بس هذا الرسم تخطيطي، لازم عنده العنوان مال هاي القطع، عنوان الميموري، عنوان الانبوت، انواع الانبوت، عنوان الاوتبوت، انواع الاوتبوت وهكذا. فلازم يعرف العنوان حتى يعرف شلون يخاطبها، يدز له داتا، لازم عنده الادريس ماله. وكل ذاكره بيها ان شاء الله نهايه الكورس الاول او بجوز بعد شهرين ناخذ شلون نصمم ميموري. شوفوا، كل ذاكره اكو بيها يعني حسب نوعيه الذاكره طبعا، اما هي ريد، اما هي روم او رام. بيها الريد والرايت، بيها بن اسمه ريد ورايت. هذول شلون نعمل لهم يعني انيبل او ديس ايبل. فمثلا اذا احنا نريد نقرا احنا من الروم ما نقدر نكتب عليه، نقرا منه، فلازم هو بالكنترول لاين ينطي اشاره للروم انه احنا راح نقرا منه. بعدين هاي نتيجه القراءه وين تجي؟ تجي على الداتا بس. الداتا بس تكون باتجاهين يا جماعه، باتجاهين. ليش؟ يعني المايكرو بروسيسور ممكن يقرا، يعني تجي الداتا اللي راح يقراها من الروم على الداتا بس، والمايكرو بروسيسور يقراها. ممكن البيانات اللي يقراها من الروم مثلا يوديها وين؟ على اوتبوت، يشغل لنا ليد مثلا بكل بساطه. فالداتا باص يكون باي دايركشنال. الداتا باص لل 886 المعالج مالتنا حجمه 16 بت، يعني ممكن يقرا او يكتب بيانات اكثر شيء يعني 16 بت بالكلوك الواحده. كذلك بالريد رايت ايضا لازم عنده العنوان مال هاي الميموري. وبعدين لازم شوف، اما يريد يقرا منه ينطيه اعاز قراءه راح يقرا منه، او ينطيه اعاز كتابه راح يقدر يكتب منه من الداتا بس. يكتب بهاي البيانات تروح من الداتا بس على هاي الميموري فيكتب بيها. للانبوت ايضا عنوان الانبوت لازم عنده العنوان مال هذا الانبوت. ممكن هذا الانبوت ممكن يعني ايضا الانبوت نقصد منه مثلا اذا احنا نريد يمكن هذا السهم بس بالعكس قاعد نعمله اصلا، نصلح لكم وادز لكم. للاوتبوت، الاوت مالتنا ممكن صوت مثلا، يروح مثلا من الداتا باص مثلا. شوف ايش البيانات اللي عندنا على السي دي، ال سي دي مثلا، شاشه مثلا، او اي شيء. تروح على الاوتبوت بعد ما نعرف العنوان ماله، وتروح على الليد. هنا هاي الانبوت يعني اقصد بيها مثلا اذا عندنا مثلا كيبورد. الكيبورد مثلا من هنا السويتش، هذا السويتش مثل مثلا كيبورد، راح تروح الداتا وين؟ على هذا الانبوت. بعدين من هذا الانبوت ممكن وين تروح الداتا؟ تروح على الميموري.
بعدين من الميموري وصل من ايش يريد المعالج وين يوديها عن طريق هذا السيستم باس. هسه حد عنده سؤال لي هنا؟ طبعا هذا الشرح كله موجود هنا يعني كاتبه هنا يعني انا كله تكلمت عنه على السريع بس يعني اذا ترجع لانه كله يعني موجود هنا الشرح اللي تكلمت عنه. طبعا هذا المايكرو بروسيسور حتى يشتغل يحتاج له كلوك جنريتر. كلوك جنريتر اكو تشيب رقمه 8084 هذا يولد لنا كلوك جنريتر 5 ميجا هرتز من 5 الى 10 بصراحه يعني بس احنا اللي عندنا بال ان شاء الله بالمختبر اشوفكم هو 5 ميجا هرتز. بالاضافه ايضا هناك ريجستر اي ال يو اريثمتيك لوجيك يونت كنترول يونت وهكذا. المايكرو بروسيسور بيس سيستم هو الكريتيكال سيستم متكون من سوفت وير وهارد وير. الهارد وير قلنا تكلمنا هي ديسكريت كومبوننت ميموري انبوت اوت بوت وانواع الانبوت اوت بوت مالتنا وايضا كل هاي الانبوت اوت بوت مع يعني ديسكريت كومبوننت ترتبط مع بعض من خلال السيستم باس. من عندنا الادريس باس اللي هو يوني دايركشن يا جماعه الادريس باس يعني المايكرو بروسيسور يحتاج يعرف عناوين هاي الديسكريت كومبوننت بس هاي الديسكريت كومبوننت وليكن مثلا الرام الروم ما تحتاج تعرف عنوان المايكرو بروسيسور لان هو مايكرو بروسيسور واحد واضح ولهذا يكون يوني دايركشن. شوف السهم يوني دايركشن يعني باتجاه واحد يعني بس مجرد مايكرو بروسيسور يعرف عنوان هاي القطع في حين هاي القطع ما مضطره تعرف عنوان المايكرو بروسيسور لان هو مايكرو بروسيسور واحد ولهذا يكون يوني دايركشن. الداتا باس تكون باي دايركشن يعني المايكرو بروسيسور ممكن ياخذ بيانات من روم مثلا يوديها على اوتبوت وهكذا يعني يقرا ويكتب نفس الوقت. هسه طلعتكم الشير الشاشه؟ الو يا نعم استاذ ظاهر استاذ راح اعيده على السريع. عندنا هذا المايكرو بروسيسور ككمبيوتر سيستم. هذا الكمبيوتر سيستم بي ديسكريت كومبوننت اللي هي الروم رام الانبوت اوت بوت هاي كلها حتى المايكرو بروسيسور يسيطر عليها ويقرا منها ويكتب عليها يحتاج سيستم باس. السيستم باس ايش نقصد؟ نقصد بيه ثلاث شغلات ادريس باس داتا باس كنترول لاين. الادريس باس يحمل العنوان عنوان هاي الكومبوننت يعني المايكرو بروسيسور حتى يخاطب اي قطعه لازم عنده العنوان مالته صح الروم الرام الانبوت وانواعه طبعا الانبوت والاوتبوت وانواع الاوتبوت. الادريس باس مالتنا هو 20 بت هذا ثابت بالنسبه للمعالج مالتنا. الداتا باس اللي هي عن طريقه يقرا البيان يعني عن طريق البيانات راح تجي تروح للمايكرو بروسيسور او المايكرو بروسيسور يوديها على اي جزء من الهاي ديسكريت كومبوننت. الادريس باس يوني دايركشن باتجاه واحد ليش؟ لان المايكرو بروسيسور يحتاج يعرف العناوين مال هاي ديسكريت كومبوننت لكن هاي ديسكريت كومبوننت ما تحتاج تعرف عنوان المايكرو بروسيسور يعني هاي لان عندنا مايكرو بروسيسور واحد. الداتا باس باي دايركشن باي دايركشن يعني باتجاهين يعني ممكن انا اقرا من الروم اشوف الداتا جت من الروم وانا اوديها على الاوتبوت وهكذا. الكنترول لاين هاي كنترول سيجنال ممكن تروح هاي كنترول سيجنال ممكن افعل اي جزء من هاي ديسكريت كومبوننت خاصه في الذاكره لان هي بالذاكره اي جزء من الذاكره سواء روم او رام بي بنات حتى انت تفعل هاي الذاكره وقت اللي انت تحتاجه فقط. فوقت اللي يريد يقرا من الرام مثلا يشغل طبعا هذا البن اللي هو الريد وهذا الرايت ينطي عازل الريد فراح تتحفز هاي الذاكره تنطينا قراءه. يعني هذا رسم تخطيطه جدا بدائي بس حتى نفهم يعني موقع المايكرو بروسيسور بالكمبيوتر بالحاسب او بالموبايل. ان شاء الله يكون واضح. لحد الان اكو شيء اكو سؤال شيء؟ لا استاذ واضح. زين المايكرو بروسيسور قلنا هو الكتريكال سيستم بسوفتوير سوفتوير سيستم سوفتوير وسيستم هاردوير. السوفتوير هو نظام التشغيل اللي يسيطر على يعني اللي يراقب هاي العمليات كلها. من مثل ايش نظام التشغيل؟
مثل ويندوز 10، ام اس دوس، لينكس وهكذا. السيستم هاردوير هي ديسكريت كومبوننت، بالاضافه هي السيستم بس اللي يربط النهايه الكومبوننت كلها مع بعض. وهنا نتكلم، شوف هنا الادريس بس نفس الكلام اللي تكلمت عنه موجود الشرح ماله، ادريس بس، الداتا بس والكنترول لاين. الشغله الاخرى هو الكلوك جنريتر، عندنا تشيب هو 8084، هذا هو يولد لي الكلوك جنريتر، لان اي عمليه قراءه او كتابه لازم تتحرك بوقت معين، ها، بكلوك معين، ها. بالاضافه هناك ايضا ريجسترز، ريتم الكلوك يونت، كنترول يونت، هاي الشغله راح نجي عليها بعد شويه. مواصفات هذا الـ 886، قبل الـ 886 كان اكو بروسيسور اخر هو 8085، هذا الـ 886 كان تطوير لهذا البروسيسور. راح نجي هسه شويه اللي نعرف ليش احنا عم ندرس هذا الـ 886. طبعا هو تم تصميمه بال 76 لكن اطلاقه للجمهور بال 78. هو 16 بت بروسيسور، يعني الداتا بس ماله 16 بت، يعني يقرا ويكتب اكثر شيء 16 بت بالضبط. اللي من تنصب ويندوز على الحاسبه ما يخلك اكو هذا 32 بت واكو 64 بت، ما صحيح. يعني ايش معناته هذا الكلام؟ معناته يقرا ويكتب ازيد شيء 64 بت. 64 بت راح يكون كلش سريع بالمناسبه، يعني يقرا ويكتب 64 بت بالكلوك الوحده. الاوبريتنج مود ان شاء الله بالكورس الثاني راح ناخذ تفاصيل عن الاوبريشن مود، هو المينيمم مود الماكسيمم مود. هسه حاليا ما يعني اي بس معلومه لكم. وتكون من 40 بن، يشتغل فولتيه 5 فولت، تردد ماله 5 ميجا هرتز. الميموري اللي عنوانه 1 ميجا، ليش؟ لان الادريس بس ماله 20 بت، وايضا هنا الداتا بس 16، ادريس بس 20. هاي اهم معلومتين لازم يعني احنا نظل ببالنا الى نهايه السنه. متكون من 14 ريجستر، كل حجم كل ريجستر 16 بت. راح ساعتها اشوفكم الدوكيومنت الاخرى. الدوكيومنت هذه اي نجي اليوم ان شاء الله راح ناخذ نص هاي الدوكيومنت، المحاضره القادمه نكمل النص الاخر ان شاء الله. اليوم ناخذ يعني الى الفلاج ريجستر، من هاي شويه بتفاصيل. المايكرو بروسيسور مالتنا هو ال 886، هاي لازم نعرف اي ما بروسيسور احنا عم ندرس هاي السنه. هو ايضا يعني 16 بت بروسيسور، الداتا بس، الادريس بس تكلمنا عنه. هذا هو شكل الانتجريت سيركت مالتنا، شوف بيه 40 بن، هاي الجراوند، هذا الكلوك، هذا الفي سي سي، بالاضافه الى كثير بنات اخرى. ان شاء الله الكورس الثاني اتصور راح ناخذ هاي البنات بالتفصيل. الشيء اللي اريد اشوفكم هو بهذا البن دايجرام، شوف هنا ال هاي خلينا نقول الادريس بن متكونه من، شوف اي دي 0، اي دي 0 هو احنا قلنا 20 بت الادريس بس، من الاي دي 0 هاني الاي دي 14 15 الى الاي شوفوا الاي يعني الادريس، الدي يعني الداتا. من الاي دي 0 الى الاي دي 15 هذه مشترك البنات بين الداتا والادريس، يسموها مالتيبلكسد بن، يعني ممكن استخدمها للداتا ممكن استخدمها للادريس. شوف يعني الى هنا يعني هاي كلها من الاي دي 0 الى الاي دي 15 هاي ممكن للداتا ممكن للادريس، بعدها بس للادريس، يعني الادريس مالتنا 20 بت من الاي 15 الى ال 19، فمن الصفر الى 19 20، من الصفر الى ال 15 16، بالاضافه الى شوف هنا مينيموم مود ماكسيموم مود وكثير كنترول سيجنال اخرى راح نشوفها، حتى هاي الريسيت وغيره. هاي الكورس الثاني راح ناخذه، الكورس الثاني. نعم، حد عنده سؤال يا جماعه؟ اكو سؤال حد عنده سؤال؟ لا أستاذ ماكو سؤال. يعني هي سهلة واضحة اللي أنتم ما تريدون تسألون، أو بس يعني أريد بس فيدباك من عندكم، يعني مرات أحس نفسي على أتكلم مع نفسي يعني من ما حد يجاوبني. لا أستاذ، لحد الآن ما بها أي مشكلة، المفروض ما بها أي مشكلة، ما صحيح؟ هاي الكورس الثاني رح ناخذها بالتفصيل.
خوش. يعني هاي بس انا بس اعطيكم يعني اعطيتكم شكل تشيب حتى يعني تكون عندكم في التصور على هذا المايكرو بروسيسور. زين هذا المايكرو بروسيسور هسه شوف هذا الارتكشر ماله، ارتكشر يعني المعماريه ماله، متكون من تو يونت، تو لوجيكال يونت خلينا نسميها. بس يا جماعه بس سد الماي سد الصوت لان عي قاطعنا الصوت، بس الصوت. شوف ال 86 architecture يعني المعماريه مال هذا البروسيسور انه متكون من تو لوجيك يونت، الاكسكيوشن يونت والباس انترفيس يونت. الاكسكيوشن يونت مبينه انه هي تنفذ للايعاد، الباس انترفيس يونت هو بالضبط يمثل فد وسيط او جسر ها بين البروسيسور والذاكره او الانبوت اوت، عن طريقه يتم نقل البيانات من يعني من الذاكره الى الى الانبوت اوت بوت وبالعكس. شوفوا من اسمه باص مثل ما قبل شويه تكلمنا، هاي ديسكريت كومبوننت تنربط مع بعض عن طريق باص سيستم، فالباص انترفيس يونت ايضا هاي وظيفته، هو تمثل لي جسر او فد وسيط بين المايكرو بروسيسور والذاكره او الانبوت اوت بوت، عن طريقه يتم نقل البيانات او الاعازات من الذاكره الى الانبوت اوت بوت. واضح؟ زين هاي الباص انترفيس يونت متكونه من هاي الاربع ريجسترات، هسه نتكلم شنو هو الريجستر وتفاصيل اخرى. شوفوا يا جماعه اي شيء اي يعني اي داتا تروح على الذاكره او اجيبها من الذاكره تحتاج لعنوان. يعني الداتا مشكله صارت. اسعد تشوفون الشاشه؟ الو الشاشه واضحه؟ يا جماعه الشاشه واضحه؟ يعني شوي عندي عتخربط الشاشه. اوكي هسه بس اريد اي بس تركزون معايا. اي جزء من يعني اي داتا تروح على الذاكره او تجي من الذاكره تحتاج لعنوان، يعني ما اكو داتا بلا عنوان. يعني تفهمون شلون؟ ماكو داتا مشرده، لازم لها عنوان. المسؤول عن اعطاء العنوان لهاي الداتا هو البص انترفيس يونت. اكو وحده خاصه بهاي اليونت يسموها ادريس جنريشن، هاي هي تنطي عنوان لهاي الداتا. اذا الباص انترفيس يونت تتعامل مع الذاكره، بالضبط تتعامل مع الذاكره. بالباص انترفيس يونت اكو شيء يسمونه كود سيجمنت ريجستر، داتا سيجمنت ريجستر، ستاك سيجمنت ريجستر، اكسترا سيجمنت ريجستر. هاي عباره عن ريجسترات، كل ريجستر 16 بت، بالاضافه الى انستركشن بوينتر اي ايضا ريجستر يتعامل مع هاي الكود سيجمنت. هاي تخليني اصل لاي جزء من الذاكره وتساعدني اولد العنوان حتى البيانات انا اخليها بالذاكره، او اذا بيانات معينه اروح اجيبها من الذاكره. بالاضافه الى ان هسه انا بعد ما جبت البيانات هاي من الذاكره هسه بعدين نتكلم شلون اولد العنوان. واضح؟ هسه بس اريد تفهمون الفكره العامه. بعد ما يعني هاي الكود سيجمنت، داتا سيجمنت، ستاك سيجمنت، اكسترا سيجمنت، هاي خلينا نقول هاي ذاكره، عن طريقها انا اصل يعني الباص انترفيس يونت عن طريق هاي الريجسترات الاربعه تصل لاي جزء من الذاكره مالتنا وتولد لي عنوان. هذا العنوان ممكن انا اخلي يعني عنوان راح يكون خلينا نقول الانستركشن اللي اريد اخزنه بالذاكره، او ممكن يكون العنوان انا احتاج داتا اروح اجيبها من هذا العنوان. طبعا بعد خلينا نفترض انه احنا راح نجيب داتا، بعد ما نجيب هاي الداتا من الذاكره نحطها بوين؟ بشيء يسمونه انستركشن كيو. كيو يعني سره سره سره، يعني ايش انت وقت تروح على دائره معينه تمسك سره، اول واحد يصل اول واحد تنجز معاملته سره. فيرست ان هاي ايش الفيفو، فيرست ان فيرست اوت. يعني هذا حجم هذا الكيو هو 6 بايت، بال 86 هذا حجمه 6 بايت. فهاي البص انترفيس يونت تروح على الذاكره تجيب لي الاعازات اللي مثلا تحتاج تتنفذ، فكل الاعازات اللي تحتاج تتنفذ راح تتصفط هنا بالسره بهذا ال 6 بايت بالانستركشن كيو. هذا فد ريجستر جدا سريع راح يصفط لي البيانات فيرست ان فيرست اوت، يعني اول واحد يتنفذ وهنا راح يكون بالبدايه، يجي اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده سره. الباص انترفيس يونت راح تستقبل هاي الاعازات اللي تحتاج تنفيذ فتنفذها. بالاكسكيوشن يونت ايش اكو؟ اكو اريثمتيك لوجيك يونت، اكو كنترول يونت، اكو فلاجز راح ايضا نتكلم عنه.
Arithmetic Logic Unit نعرفها، هي تنفذ عمليات رياضية والمنطقية. Control Unit أي عملية قراءة أو كتابة أو يعني تحتاج لها يعني كلوك معينة، أي عملية حتى أي عملية رياضية تحتاج لها كلوك، تحتاج لها تايمينج. الفلاجز يعني مثلا يا جماعة الفلاج مثلا يصير عندنا قسمة على صفر، ما يطلع لنا إشعار أنه يا بعد قسم على صفر أوفر فلو، وهكذا يصير عندنا كاري، يصير عندنا كذا، هذا الفلاج هذا معناته. بالإضافة عندنا رجسترات أخرى، هاي الرجسترات أخرى نستفاد منها بالاي ال يو، الاي ال يو يعني الارثمتيك لوجيك يونت، تستفاد من هاي الرجسترات الاخرى بالعمليات الرياضيه والمنطقيه. هاي الرجسترات الاخرى عندنا اربع رجسترات، هذول الاي اكس دي اكس سي اكس دي اكس، هذول يمثلوا لي جنرال بيربس ريجستر، ممكن لاي غرض انا استخدمه. ايضا حجم كل ريجستر 16 بت، لو تلاحظون الرجسترات كلهم حجمهم 16 بت. ليش؟ لان يعني الداتا باص مالتنا 16 بت، انا اقرا واكتب 16 بت. واضح؟ ليه هنا واضحة؟ لا قاعد أتكلم على السريع. إذا أحد يجاوبني. لا واضح أستاذ واضح. واضحة؟ أوكي. زين. ميزة هاي الرجسترات الأربعة أنه هي ما 16 بت، لكن بنفس الوقت أنا ممكن أستفاد بس 8 بت منها. يعني هذا الأي إكس هو ما 16 بت، ممكن أنا أقول لا، الأي إكس أقسمه نصين، أي لو أي هاي، هذا الأي لو 8 بت وهذا 8 بت. البي إكس 16 بت، ممكن أعمله بي لو بي هاي. البي لو 8 بت، الاي بي هاي 8 بت. السي اكس سي لو سي هاي، ممكن السي لو 8 بت والسي هاي 8 بت. الدي اكس ايضا 16 بت، ممكن الدي لو 8 بت والدي هاي 8 بت. هاي يسموها جنرال بيربس ريجستر. واضح؟ بالاضافه الى ستاك بوينتر، بيس بوينتر، سورس اندكس، ديستنيشن اندكس، هذه 16 بت كلها قطعه واحده ما تتجزا. هاي تاشر لنا مؤشرات تأشر لنا على اجزاء من الذاكره، راح نشرحها شوي كلها. فالكوست سيجمنت، داتا سيجمنت، ستاك سيجمنت، هاي ايضا ريجسترات، ايضا حجم 16 بت. وهذه ايضا ريجسترات، ايضا حجم 16 بت. وهاي جنرال بيربس ريجستر، ايضا حجم 16 بت، بس انا ممكن هذول اقسمهم الى 8 بت 8 بت، يعني نتعامل مع 8 بت ممكن. طبعا يا جماعه هذا الشرح كله موجود هنا، موجود بايل، يعني بهذا يعني هذا المكتوب، بس انا ما اريد اقرا لكم لان انتم ما كنتوا تعرفون تقرون، يعني ما الغايه انه انا يعني اقرا لكم. الذاكره بال86 مقسمه الى اربع قسم، اربع اقسام. خليني بس اشوفكم. الذاكره مقسمه الى اربع اقسام. حجم الذاكره الكلي 1 ميجا. 1 ميجا ليش؟ يعني الادريس بس العنوان مالتنا 20 بت، ازيد شيء اقدر اعنون 1 ميجا، 2 للاس 20 1 ميجا. فالذاكره مقسمه الى اربعه اجزاء. قسم لي الكود سيجمنت، الكود سيجمنت نكتب بينه الكود، اسمه كود سيجمنت، يعني نكتب بينه البرنامج مالتنا، اسمه كود، صح؟ داتا سيجمنت نحط بيها الداتا. راح يمكن احد الطلاب عندنا بالقسم سالني قال لي زين اللي هو الانستراكشن نكتبه ما هم يعتبر داتا؟ وفعلا، لكن هذا كود سيجمنت، هذيك الداتا يعني مثلا اذا انا انطيك برنامج انطيك درجه حراره بالسيليزيه ومطلوب انه تكتب برنامج تحوله بالفرنهايت، الداتا اللي انا انطيتك هي بالسيليزيه تحطها مثلا بالداتا سيجمنت، يعني هاي داتا. الكود سيجمنت البرنامج مالتك راح ياخذ هاي الداتا يشتغل عليها. فاكو شيء يسمونه داتا سيجمنت واكو شيء يسمونه كود سيجمنت. كود سيجمنت نكتب بيها الكود، الداتا تخزن بيها الداتا مالتك اللي تريد المعالجه تتم عليها. الستاك سيجمنت هذا جزء من الذاكره نستفاد منه ايضا بخزن البيانات، لكن جزء شويه سبيشال. الستاك يعني تذكرون قبل شويه شرحنا على مبدا الكيو، فيرست ان فيرست اوت، السره. الستاك لا، فيرست ان لاست اوت، مبداه بالعكس. يعني هذا ان شاء الله بالبرمجه راح نتعلم شلون نستفاد منه، يعني ما اريد افتح اتكلم عن يعني ما راح تفهمون، اريد اشرحه على السبوره يمكن تجون على المختبر. اكسترا سيجمنت هذا ايضا جزء من الداتا سيجمنت، يعني خلينا نقول جزء تكملي في حال الداتا سيجمنت ما كفت، الاكسترا سيجمنت موجوده. جزء من هاي الاجزاء يعني هذا، يعني هذا كود سيجمنت ريجستر يحتوي على عنوان البدايه اللي يأشر لنا على وين؟ على الجزء على على جزء من الذاكره اللي هو كود سيجمنت. الداتا سيجمنت ريجستر يحتوي على عنوان، يحتوي على داتا عنوان تأشر لنا على جزء من الذاكره اللي هو الداتا سيجمنت. ستاك سيجمنت كذلك، الاكسترا سيجمنت كذلك.
كل سيجمنت من هذول السيجمنت حجمه 64 كيلا 64 كيلا 64 كيلا 64 كيلا. طبعا احنا تكلمنا قلنا العنوان 20 بت، وانا قلت لكم انه هذا السيجمنت يعني الكود سيجمنت الداتا سيجمنت الاكسترا سيجمنت هاي ريجستر حجمه 16 بت. زين شلون هذا 16 بت حيحمل لي عنوان مع 20 بت؟ طبعا هذا فعلا هذا 16 بت هذا الريجستر، والعنوان دائما العنوان يكون من 20 بت. 16 بت يعني اربع قطع هكساديسمال، 20 بت يعني خمس قطع هكساديسمال. فبالضبط اللي حيصير اشنو انه احنا نحتاج في الطريقه نحول هذا 16 بت الى 20 بت حتى الادريس، حتى يكون هو هذا خلينا نقول الفيزيكال ادريس. راح نجي بعد شويه نشرح شلون هاي الطريقه تتم. احد عنده سؤال لي هنا؟ لا استاذ ماكو ان شاء الله. اوكي يا جماعه من ما تسالون معناتها واحده من شغلتين، اما كل شيء واضح او معناته كل شيء ما واضح، يعني كو هذا معناته. فانتم ايهم منهم؟ هل تيجي كل شيء واضح؟ واضح استاذ واضح واضح استاذ. يلا خير ان شاء الله. زين شوف يعني بس خليني اوضح نقطه. شوف يا جماعه كل جزء من هاي الذاكره اللي تكلمنا عنها اكو ريجستر معين يشتغل معاها، يعني هسه الكود سيجمنت يشتغل معاها الانستركشن بوينتر مثل ما شفتم بالرسم هذا. شوف هذا ليش مكتوب هذا هنا هذا الرسم؟ كنت اتمنى يعني تسالوني يعني انا مرات اخليه بلكي احد يسالني حتى يعني يصير في التفاعل او مشاركه. يعني هذا الانستركشن بوينتر يشتغل مع الكود سيجمنت. الانستركشن بوينتر شوف اسمه انستركشن بوينتر، انستركشن يعني عاز، بوينتر مؤشر، مؤشر لعاز يعني يؤشر لي على عاز اللي راح يتنفذ. ها ولهذا يتعامل مع الكود سيجمنت، يعني هاي الكود سيجمنت نكتب بيها الكود، هذا معناته. لو تلاحظون هاي الاصفاره، تلاحظون هاي الاصفاره هسه هو احنا العنوان 20 بت، الريجستر حجمه 16 بت. هاي الريجستر سيجمنت يسموها ريجستر سيجمنت، كود سيجمنت داتا سيجمنت ستاك سيجمنت اكسترا سيجمنت بتكون بيها 16 بت، تحوي داخلها على عنوان. هذا اشون يعني اشون البيانات اللي داخل هاي الريجسترات اللي هي 16 بت نعملها عنوان متكون من 20 بت، مجرد نضربها ب 10 هكسا يعني نضيف له اربع اصفار بالباينر. هسه راح يعني نجي عليها ان شاء الله شويه الله. زين بس قبل ما هاي اكو بس فقره جدا مهمه يسموها البيبلاين بروسيسنج. سامعين عن البيبلاين بروسيسنج؟ الو ما هاي الدوكيومنت مسدت من حاله دقيقه. يعني ايش البيبلاين بروسيسنج؟ يعني يا جماعه هاي البص انترفيس يونت والاكسكيوشن يونت اثنيناتهم يشتغلون سوا نفس الوقت. بس تفتح هاي الدوكيومنت يعني بال 8085 خلي الموديل السابق للمايكرو بروسيسور، احنا ما قلنا بالمواصفات مالتنا انه ال 8086 هو تطوير، هو انهانس فيرجن اوف 8085. زين اشنو هذا التطوير؟ احنا بالضبط يعني احنا ليش عم ندرس هذا البروسيسور؟ يعني بالضبط السبب الرئيسي اللي احنا ندرس هذا البروسيسور 8086 هو هذا السبب، هو لان بدوا يستخدمون الشيء يسمونه بايبلاين بروسيسنج. يعني سابقا قبل الـ 886 كان مثلا البص انترفيس يونت ايش وظيفته اول مره؟ البص تجلب لي العاز اللي لازم يتنفذ من الذاكره، ما صحيح؟ تجلب لي عاز اللي راح يتنفذ من الذاكره، وبعد ما تجلب لي عاز تودينه على الاكسكيوشن يونت، الاكسكيوشن تنفذ هذا العاز، بعد ما تنفذ هذا الإعاز ترجع النتيجة وين؟ على البص انترفيس يونت. البص انترفيس يونت راح تاخذ هذه النتيجة تخزنها بالذاكرة او طلع لي على انبوت اوتبوت، طلع لي على شاشة على ليد، طلع لي كشكل صوت وهكذا. هذا بشكل عام الوظائف مال البص انترفيس يونت والاكسكيوشن يونت. زين بال 885 كان البص انترفيس يونت تعمل فيتش يعني تجلب الإعاز من الذاكرة. الفيتش يعني جلب بالانجليزي، تجلب لي عاز من الذاكره توديني وين؟ توديني وين؟ طبعا بعد ما تجلبه من الذاكره توديني بالانستركشن كيو.
ها دخلوا سرة بانتظار التنفيذ. بعد ما تحطه بالاكسكيوشن كيو بالانستراكشن كيو الباص انترفيس تنفذ لي هذا الايعاز. خلال الفتره ما تنفيذ هذا الايعاز الباص انترفيس كل شيء ما تعمل، تنتظر كل شيء ما تعمل تنتظر الى ان ينتهي تنفيذ الايعاز. الاكسكيوشن يونت تنطي ايعاز للباص انترفيس تقول له يابا كوعنا خلصنا تنفيذ الايعاز، انطيني الايعاز النكست انستراكشن اللي تريدني انفذه. بعدها الباص انترفيس راح يجلب الايعاز الثاني من الذاكره ها ويحطه بالانستراكشن كيو. الاكسكيوشن يونت راح تاخذ هذا الايعاز وتروح تنفذه. بهاي الفتره الباص انترفيس ما تعمل اي شيء، يعني هتشوفون بس تلاحظون الرسم اللي من نون بايبلاينينج بروسيس، يعني شغله واحده تتنفذ بالكلوك الواحد بالكلوك الواحد. واضح هذا الرسم؟ عفوا استاذ بس شويه ما عرفت ما عاد تفهمين ايه بالضبط، ايه جاوبي ما عاد تفهمين انا اشرح لك ايش هو المواضح. قبل هذا المخطط يعني شويه سريع كان كلامك فما فهمت بالضبط ايش هو هذا المخطط. هذا لا بعده هذا من الذاكره. الفقره المهمه قبل البايبلاين بروسيس. ايه هو البايبلاين بروسيس هو هذا نون بايبلاين بروسيس. استاذ ما فهمت بالضبط ايش يعني ايه بالضبط. انا والله كل فقره انا عاد اسالكم وعجبوني افتهمنا يعني اذا يعني هون فهمته بس هاي من هون بدات شويه سريع لهذا المستند. شوفي اول شيء لازم تفهمين عندنا تو لوجيكال يونت، الباص انترفيس يونت والاكسكيوشن يونت. الباص انترفيس يونت هو يأتي وظيفته يجلب الايعاز من الذاكره، يعمل فيتش للانستراكشن من الذاكره يوديها وين؟ يوديها بالانستراكشن كيو. يعني شوفين هو انا قاعد امشي على هذا المخطط، انا على هذا المخطط قاعد امشي. شوف هاي الذاكره ها عن طريق هذا العنوان احنا نعرف كان الايعاز بالذاكره، نروح نجيب الايعاز ندخله بالانستراكشن كيو راح يدخل ايه هنا. خلال هاي الفتره جلب الايعاز من الذاكره الاكسكيوشن يونت كل شيء ما تعمل، تنتظر الى ان يتوفر الايعاز. بعد ما توفر هذا الايعاز راح يجي ايه هنا بالانستراكشن ريجستر يدخل بقى ايه هنا يتنفذ. عندنا اريثمتيك لوجيك يونت، عندي كنترول يونت، عندي فلاجز، عندي ريجسترات، كلهم راح يتعاونون ينفذوا لي هذا الايعاز. خلال التنفيذ مال هذا الايعاز الباص انترفيس يونت كل شيء ما تعمل، تقعد تنتظر الى ان ينتهي تنفيذ الايعاز. وبعد ما ينتهي تنفيذ الايعاز راح يجي إيه هنا يجي على الباص انترفيس يونت النتيجه مال التنفيذ تنخزن بالذاكره عن طريق عنوان يولد اللي هو الباص انترفيس يونت. بعدها الاكسكيوشن يونت راح تبعث للباص انترفيس يونت تقول له يابا انا نفذت هذا الايعاز، عندك بعد شغلات اعطيني انفذها. ما صحيح؟ الباص انترفيس يونت راح يجيب لي العنوان اللي بعده، خلينا نقول النكست انستراكشن، يدخلها بالكيو وايضا يبعثها على على الانستراكشن ريجستر حتى تتنفذ. الفكره اشني؟ خلال عمليه التنفيذ يعني الفيتش تاخذ له زمن بوحده، التنفيذ ياخذ له زمن بوحده. خلال عمليه الفيتش والاكسكيوت فقط يونت وحده عاد تشتغل، يعني بالفيتش بس الباص انترفيس يونت. يعني هذا المخطط الزمني هذا. الفيتش يعني بس الباص انترفيس تجيب لي الايعاز من الذاكره. خلال عمليه جلب الايعاز من الذاكره الاكسكيوشن يونت ما عاد نفذ كل شيء. بعد ما يجيب لي الايعاز من الذاكره يبدا الاكسكيوشن. بعد ما ينتهي الاكسكيوشن الاول يبدي الفيتش الثاني للايعاز الثاني. بعد ما يجلب الايعاز الثاني يبدي الاكسكيوشن الثاني للايعاز الثاني. بعد ما ينتهي الاكسكيوشن الثاني يبدي الفيتش للايعاز الثالث. بعد ما ينتهي الفيتش للايعاز الثالث يبدي الاكسكيوشن للايعاز الثالث وهكذا. بس هاي واضحه؟ يس واضحه. يعني 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 بس يونت واحده عاد تشتغل فعليا، يونت واحده. هذه وين هاي؟ هاي بال 885 السابق. بس لان هي شوي بدات المصطلحات يعني ايش تصحى بعدين. طبعا بديت المحاضره اخذنا موضوع واحد من التحويل مال الفلوتين. هسه حتى راح نبدي يعني نبدي شويه بعدين راح ناخذ نبرمج ويعني شويه راح يعني شويه راح ما تتعقد بس يعني شويه نرد الدراسه. بالبلاين بروسيس زين هسه نحن نجي بال 886 طبعا بالمناسبه بال 885 كان ايضا يقرا ويكتب 16 بت يعني مثل ال 886 بس بال 886 صار اسرع، قاموا يستخدمون البلاين بروسيس. ايش عملوا؟ بالباص انترفيس يونت تعمل فيش للانستراكشن من الذاكره صح؟
بعد ما يكمل الفيش مال الاول الإعاز، يبدي التنفيذ مال الإعاز الاول، الاكسكيوشن يونت تنفذ الإعاز الاول. خلال عمليه التنفيذ مال الإعاز الاول، الباص انترفيس يونت تجلب لي الإعاز الثاني، واضح؟ بعد ما ينتهي الإعاز، تجلب الإعاز الثاني، الاكسكيوشن يونت تنفذ الإعاز الثاني، خلال عمليه تنفيذ الإعاز الثاني تجلب لي الإعاز الثالث الباص انترفيس يونت. يعني اثنين يشتغلون ان بارلل. استفهمت ماذا المخطط؟ يعني ما مثل السابق انه الاكسكيوشن يونت تتنفذ بعدين تتوقف، بعدين عفوا الباص انترفيس يونت تتنفذ بعدين تتوقف، بعدين الاكسكيوشن يونت تتنفذ بعدين تتوقف، بعدين الباص انترفيس يونت تتنفذ بعدين تتوقف، بعدين الاكسكيوشن يونت تتنفذ وهكذا. في حين لا، هنا لا، اثنين قاعد يشتغلون سوا. ولهذا احنا بدينا يعني هنا بدا عهد البارلل بروسيسنج، وبعدين بدات المساله تتطور ازيد الى ان وصلنا البانتيوم، بعدين هسه الكور اي وهكذا، بحيث قاموا يستخدمون بالبروسيسر الواحد ازيد من البروسيسر ينفذون ازيد من عمليه على مود حتى يعني تنفيذ الاعازات يكون اسرع. هاي البيب لاين بروسيس واضحه؟ واضح استاذ، واضح. هذا البيب لاين بروسيس جدا مهمه، يعني هو هذا السبب الرئيسي اللي خلانا نبدي ندرس هذا الاي تي اتش 6. يعني من 78 بدا يتسوق تجاريا، لحد الان كل جامعات العالم من تدرس ما روبوتات تدرس الاي تي اتش 6، بسبب انه من عنده بدت الانطلاقه مال بارلل بروسيسنج، حتى العمليه صار سريعه تنفيذ الاعازات. يعني هسه بس اريد تعرفون ليش، يعني هسه بالرابع ان شاء الله، والله ما اعرف يمكن ما تاخذون، بس احنا بالالكترونيك صف رابع ناخذ ياخذون الاي تي 3 اتش 6، التطوير مال الـ 886. اكو بعده طلع بروسيسور اخر اللي هو الـ 8288 8386، هذاك يعني هذاك يقرا 32 بت، هذاك البيبلاين بروسيسور مالته اعقد. بعد الـ 8386 بدا البانتيوم. انا اتذكر بصف اول من قابلته بالكليه بال 2002 كنا بوقت حصار، اتصور كان اكو منظمه تركيه، والله لحد انا اتذكرها، جابوا لنا يمكن 5 حاسبات على المختبر 8386، هاي بال 2002 8386 بالضبط بالحصار. يعني بال 2003 طلعنا من الحصار، صار بال 2003 بانتيون 4 توفرت. فال 8386 كان ما حد اصلا يتخصص له بس دراسات عليا، يعني ما يخلونا نستخدمه. فتصور يعني تعتبر كان بال 2002 احنا بالعراق يعتبر شيء كلش متطور، يعني في حين بعد بسني توفر البانتيوم 4، قامت الـ 8386 ما حد يشتغلها بفلت مثل ما يقول. خلينا نكمل عن هذا الشرح، كله موجود هنا، هذا الشرح الاكسكيوشن يونت، الباص انترفيس يونت، كله موجود هنا، يعني تقدرون تقرون. بس انا يعني قلت ما اريد اقرا لكم، يعني كده تقدرون تقرون، بس اشرح لكم حتى يعني تفهمون الشيء اللي راح تقرونه. تريدون تاخذون استراحة إذا تعبتم شيء؟ استاذ احنا اليوم ناخذ عملي لو لا؟ لا، الخميس العملي تجينا على المختبر لازم. اي ماشي، لكن نكمل حتى جرى وحدي. اي نكمل، احنا عندنا كثير مادة. بدون بريك قصدي. انتم براحتكم، انا قاعد اسألكم، انا ما اعطيتكم بريك. لا لا، بدون بريك حتى نكمل جغة واحدة وتوكل. اوكي، خلينا نكمل. هسه هاي الاكسكيوشن يونت، الباص انترفيس والبيب لاين بروسيس ان شاء الله تكون واضحه. راح نتكلم شلون نولد هذا الاعاز، هذا الاعاز دائما يجيكم يعني ان شاء الله ناخذ الادريسنج مود، راح نتعلم ناخذ بعد امثله اكثر ان شاء الله. بس هذا شلون هاي الاكسكيوشن، شلون الباص انترفيس يونت مثلا من تجيها ريزلت او من تريد نجيب داتا، شلون تعرف خلينا نقول الفيزيكال ادريس، راح نتعلم شلون نوجده. كلش سهل ودائما نجيبه بالامتحان. يعني ذا بروجرامبل، ذا بروجرامينج موديل، انا شويه حدثت على الدوكيومنت اللي انا نزلته لكم اياه الاسبوع الماضي، فشويه حدثت عليه، يعني ضفتوا له شغلات وشلتوا منه شغلات، بعدين ايضا راح احدثها بالكلاس. فاذا تريدون يعني خلينا نقول اعتمدوا الدوكيومنت الجديده. زين، البروغرامينج موديل للـ 8086 يعتبر بروجرام فيزبل. بروجرام فيزبل يعني 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 الريجستر انت بتقدرون تشوفوها،
خلي بس اشغل لكم شغله. لحظه، هذا البرنامج رح نتعامل بينه بال يعني بالمختبر ان شاء الله. بس لحظه خليني من الشاشة السوداء يا جماعة. استوى ظاهرة. بس حتى طبعا احنا اسنتم بالمختبر عندكم بس ويندوز 10. عندنا بالمختبر بقسم الالكترونيك عندنا ويندوز اكس بي قديم. الويندوز القديم الاكس بي بالضبط الاكس بي المينينيوم، وهاي البرنامج اكو برنامج اسمه ديباج، هذا موجود ضمن نظام التشغيل. بالويندوز 7 فما فوق هذا انشال، يعني يعتبر قديم انشال. بس بما انه الجامعات كلها عاد تستخدم يعني تحتاج الديباج وهاي، فنزلوا اكو شيء برنامج اسمه دوز بوكس. هذا يخليني افوت على فد بيئه مشابهه لل 886 داخل البروسيسور مالتك اللي هو مال الحاسب، بغض النظر شنو هو البروسيسور. فبس انا بدي اشوفكم الريجسترات. هاي الريجسترات، شوف هذه الاي اكس البي اكس السي اكس الدي اكس. ها هاي خلينا نقول الجنرال بيربس ريجستر اللي هي 16 بت، الستاك بوينتر، البيس بوينتر، السورس اندكس، ديستنيشن عفوا السورس اندكس ديستنيشن اندكس، وايضا السيجمنت ريجستر، داتا سيجمنت، اكثر سيجمنت، ستاك سيجمنت، كود سيجمنت، والانستركشن بوينتر. واضح. وهذا الفلاج ريجستر ان شاء الله ايضا راح ناخذه على المحاضره القادمه ان شاء الله. هاي هذا ان شاء الله البرنامج راح ناخذه بالمختبر، ولو اقل لو ناخذ مختبر واحد وبعدين يعني اذا هاي اذا تحبون انطيكم هو اونلاين انتم كيفكم. يعني ماكو اي مشكله. زين. هاي اللي يعتبر يعني خلينا نقول البروجرامينج موديل من الاتي سيس كونسيدر تو بي بروجرام فيزبل. ليش؟ لان من ابرمج هاي الريجسترات انا ممكن اشوفها، ممكن اشوف اشوف اي شوف هاي كوست سيجمنت وهذا الانستركشن بوينتر. مثلا نكتب موف اي اكس مثلا بي اكس. واضح. هذا برنامج، هذا كود بسيط. موف يعني انقل ما موجود بالبي اكس حطيه بالاي اكس. هذا ريجستر ما موجود بالاي اكس، اثنيناتهم صفاره بالمناسبه، يعني بس مجرد بس اوضحكم الفكره. الفكره اشني انه بروجرام فيزبل، انه انت اشوف الريجسترات وانت تتحكم بالريجسترات وانت تخلي بيانات اللي انت تريده بالريجسترات. واضح. هذا المعنى من نقول فيزبل بروجرام فيزبل. زين. السيجمنت ريجستر، السيجمنت ريجستر هو عباره عن ريجستر بتكون حجمه 16 بت. الريجسترات كلها حجمها 16 بت ما عدا الجنرال بيربس ريجستر، انه قلنا الريجسترات ممكن تكون 8 بت، يعني الاي اكس هو 16 بت، اي لو 8 اي هاي 8. بس السيجمنت ريجستر هو ايضا 16 بت ريجستر. هذا السيجمنت ريجستر يحتوي على عنوان جزء نستخدمه حتى ياشر لنا على جزء من العنوان مال ذاكره، يعني الكود سيجمنت يحتوي على جزء من عنوان ياشر لي على الكود سيجمنت ميموري، الداتا سيجمنت ريجستر يحتوي على جزء من عنوان الداتا سيجمنت ميموري، وهكذا. احنا ليش قلنا جزء ما قلنا كل؟ يعني الادريس 20 بت وهذا الريجستر حجمه 16 بت. زين شلون نحول؟ قلنا بس مجرد محتويات الريجستر نضربها في 10 هكسا فقط، راح يتحول هذا الى عنوان. طبعا انا الكود سيجمنت يحتوي على بدايه عنوان البروجرام كود سيجمنت. مع الكود سيجمنت اكو ريجستر اسمه الانستركشن بوينتر. الانستركشن بوينتر يتعاون مع الكود سيجمنت حتى ياشر لي على الإعاز اللي لازم يتنفذ. يعني هي يعني مثلا شوف هسه هذا ال 200 هذا الانستركشن بوينتر، وهذا ال 072 هذه الكود سيجمنت. شوف الكود سيجمنت وهذا يسمونه الاوفسيت. كود سيجمنت واوفسيت او الانستركشن بوينتر مع الكود سيجمنت، ريجستر واحد يشتغل مع الكود سيجمنت اللي هو الانستركشن بوينتر الاي بي. شوف
شوف اسعد، انا ما عند ال 200 كتبته هذا الايعاد من دستو انتر صار 202، يعني الاي بي زاد. ها ليش؟ لان يعني هو دائما يشتغل على الايعاد اللي راح يتنفذ، اللي راح تكتبه. بس هاي النقطه واضحه. بس هذا العنوان، ايه هذا العنوان؟ انه هذا الاحفاد الكود سيجمنت وهذا الاوفسيت، هذا يسمونه اللوجيكال ادريس. هذا اللوجيكال ادريس هذا لك انت كيوزر. بالحقيقه بس انترفيس يونت من تريد تودي بيانات على الذاكره ما تستخدم هذا الادريس، تستخدم شيء يسمونه فيزيكال ادريس. من وجهه نظر المايكرو بروسيسور الداتا عباره عن قطعه واحده، بس احنا قسمناها واي. هاي احنا يعني لنا يعني حتى احنا نقدر نعرف شلون نبرمج وشلون نستخدم. بالحقيقه هي الداتا تعتبر كلها يعني الذاكره كلها قطعه واحده، ولهذا اكو شيء يسمونه الفيزيكال ادريس. يعني راح نتعلم عليه شويه، لخ نتعلم شلون نحسبه. فايه هذا مثلا كوست سيجمنت اوفسيت يعتبر لوجيكال ادريس. ليه انا واضحه تفهموني الا اكو شيء ما واضح؟ العفو استاذ. نعم تسالي استاذ، هاي الاثنين ليش زادت؟ ما افتهمت عليها. ايه شوفي احنا بالكود سيجمنت، بالكود احنا ما قلنا هاي نكتب بيها البرنامج، ما صحيح؟ هي اسمها كود سيجمنت صح، ما نكتب بيها البرنامج تمام صح. هاي الكود سيجمنت هذا جزء من الذاكره. انا من عادتي بالبرنامج هو ما عاد اكتبه بنفس الموقع، ما كل مره تكتبين كود ياخذ له ياخذ عنوان معين، ياخذ موقع معين حتى اتابع التسلسل مال البرنامج مالتي. يعني اول إعاد، ثاني إعاد، ثالث إعاد، منو يأشر لي على هذه الاول ثاني ثالث رابع للستركشن بوينتر؟ تعرفين ليش زاد؟ لان يعني هذا الإعاد حجمه 2 بايت، ولهذا زاد. شوف زاد كان بال 200 200 201، هذا حجم ايه هذا الإعاد. طبعا اكو إعادات 3 بايت واكو اكثر، زاد حتى ينطيني مجال يخلي هذا خلص هذا حجم الإعاد بالذاكره اخذ 2 بايت. فمن الدوسين انتر ينطيني يفتح لي موقع اخر بالذاكره فارغ حتى اكتب بينه، او حتى ما فارغ، يعني تعرفين شلون نكتب فوق البيانات الموجوده ونمسحها. واضحه؟ يعني شيء ياشر على الانستركشن نفسه داخل الكود سيجمنت. واضحه؟ يعني استاذ بالاعتماد على حجم الايعاز يزيد. طبعا طبعا عفوا، بالاعتماد على حجم الايعاز يعني احنا ناخذها يعني بعد بالمستقبل، احنا لسه بس عم ناخذ الريجستر. واضح؟ ان شاء الله كله راح ناخذها، يعني خلينا نقول محاضرات لاحقه، بس لازم يعني لازم اعطيكم اياها هالشكل، والله ما تنعطي، يعني ايش اشوفكم انه الانستركشن بوينتر هذا الريجستر يشتغل مع هذا الكود سيجمنت ياشر لي على الايعاز اللي راح يتنفذ. بس واضحه؟ اي واضحه استاذ، شكرا. زين شوفي شوفوني ان شاء الله المحاضره القادمه ان شاء الله ناخذها، يعني ما اريد يعني اريد اعطيكم مجال يعني تدرسون انتم شويه. شوف هسه هوني هاي كل سيجمنت والاوفسيت مالت الريجسترات تشتغل معاها، يعني هذا الكوست سيجمنت انستركشن بوينتر هذا ياشر لي على الايعاد اللي راح يتنفذ. الستاك سيجمنت اكو الستاك بوينتر، اكو البيس بوينتر، هذه تاشر لي على الداتا اللي تروح على الستاك. يا جماعه الستاك بالضبط يشبه فد، يعني هسه راح افتح لكم كاميرا بس اوضح لكم شغله. تشوفون صورتي؟ تشوفون صورتي؟ الو اي نعم استاذ. شوفوا يا جماعه، خلينا نفترض هذا القلم هذا فارغ، هذا بس يعني غلاف مال القلم فارغ. تشوفون القلم فارغ يعني هذا فارغ. لو فرضا احنا حطينا خلينا نقول فد كرات صغيره حطيناها إيه هنا، حطينا اول كره حمراء بعدين زرقاء بعدين خضراء. بس واضحه؟ عم تسمعوني؟ ايه صار مركزين معك. زين الستاك يشبه فد انبوب نهايته مسدوده. الستاك يشبه انبوب نهايته مسدوده، من نحط احنا كره حمراء بعدين زرقاء بعدين خضراء، من انا اريد اسحبها من الكرات راح اسحب اخر وحده دخلتوها، يعني حطيت حمراء وخضراء وزرقاء، من انا اسحبهم اسحب الخضراء اسحب الزرقاء بعدين الخضراء بعدين الحمراء، يعني الحمراء انا دخلتوها اول وحده اخر وحده اسحبها، عكس الكيو. الكيو فيرست ان فيرست اوت، الستاك فيرست ان لاست اوت. هذا الستاك، هذا اذا نحتاجه بالضبط راح نستخدمه بالبرمجه، لمن انا عندي عنوان بالذاكره ما اريده يتغير، فانا اخزنه بالستاك وبعدين ابدي ابرمج وبالاخير
نعمل طبعا الستاك يتعامل مع اعازين فقط اللي هي البوش والباب. البوش دخل لي بيانات بهذا الستاك مثل الجيب بالضبط، مثله بجيب، هذا الجيب بالكابوي مال الكوين، هذا الجيب الصغير. نتدخل انت قطع، اخر قطعه دخلت اول قطعه تسحبها، واول قطعه دخلت اخر قطعه تسحبها. بس هاي يعني وظيفه الستاك، جزء من الذاكره نستخدمه لعمليه الخزن. احنا مثلا انا ابرمج انا اول شيء ادفع عمل بوش للعنوان لغيره، بعدها اشقد انت تبرمج هذا العنوان راح يتغير، بس انت تريد ترجع تخلي العنوان الاصلي. انت في هاي برمجه ممكن الشغله معينه نحتاج العنوان الاصلي تعمل له باب فيرجع العنوان الاصلي، يعني الشيء اللي تخلينه اول مره اخر واحد تسحبه، يعني هو نهايته مسدوده. هسه واضحه شنو هو الستاك؟ يعني هذا بكل بساطه انا عاد اشرح بس حتى تكون عندك فكره شنو هو الستاك لين راح نتكلم عنه. واضح؟ 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 واضح استاذ، واضح واضح. ها يلا اوكي يلا زين. فالداتا سيجمنت هاي الريجسترات تشتغل معاها، الاكسترا سيجمنت هاي الريجسترات تشتغل مع الاكسترا سيجمنت. نستخدمها راح نستخدم السترينج انستراكشن ان شاء الله راح ناخذها ايضا بالوقت لاحق. زين فمثل ما تكلمنا هاي الكوست سيجمنت يشتغل معها الانستراكشن بوينتر الاشري على عاز اللي راح يتنفذ. الداتا سيجمنت ايضا تحتوي على عنوان الداتا، عنوان خلينا نقول الداتا سيجمنت ميموري، طبعا هي 16 بت، العنوان 20 بت. حتى نحول ال 16 بت الى 20 بت نضربه ب 10 هكسا، نضربه ب 10 هكسا. خلينا ناخذ مثال عليها، خلينا ناخذ مثال يعني مثلا شوف هذا المثال. سيجمنت ادريس اللي يعني خلينا نقول عنوان الكود سيجمنت، محتويات الكود سيجمنت ريجستر 3 9 بي 4 هذا تشوفوها اشرتوها بالماوس. المحتويات الكود سيجمنت ريجستر هذا اللي هو 16 بت، 16 بت بالهكسا متكونه من اربع قطع، عفوا 16 بت بالباينري متكونه من اربع قطع بالهكسا، صح ولا لا؟ الو معايا؟ ايه صح استاذ، اربع مرات بتكون عفوا اربع يعني قيم بالهكسا. محتويات الكود سيجمنت هذه، محتويات الانستراكشن بوينتر هذه اللي هو ايضا 16 بت، هذه القيمه بالاضافه لهاي القيمه اللي هي تشبه هاي راح اشوفكم اياها، هذه كود سيجمنت وانستراكشن بوينتر يسمونه لوجيكال ادريس، مكون من 32 بت. بس هذا العنوان هذا انت لك كيوزر الحقيقه الباص انترفيس يونت ما تستخدم هذا العنوان حتى تجيب لي عاد او حتى تخزن بيانات معينه بالذاكره، تحتاج شيء يسمونه الفيزيكال ادريس. زين ايش نحسب هذا الفيزيكال ادريس؟ مجرد يا جماعه ناخذ الكود سيجمنت نضربها في 10، نضربها في 10 هكسا، يعني بس مجرد نضيف لها صفر زائدا الاوفسيت، هذا حصلنا العنوان من 20 بت اللي راح الباص انترفيس يونت تخزن هذا الانستراكشن او تجيب هذا الانستراكشن من الذاكره. فهمتني؟ بس هاي المعادله كود سيجمنت في 10 زائد الاوفسيت، شوف ضربناها في 10 اللي هي صفر زائدا الاوفسيت، مجرد تجمعها 0 و4 4 1 4 1 5 بي و5 13 و5 تحسبهم ب سي دي اي اف 10 0 1 1 و9 اي 10 3 و0 3. واضح ايش حسبنا الفيزيكال ادريس؟ واضح؟ طب كله تعيدوا. شوف يا جماعه، شوف عيني، احنا الادريس قلنا 20 بت والكود سيجمنت ريجستر حجمه 16 بت. الكود سيجمنت ريجستر يحتوي على عنوان، يحتوي على عنوان كونتين ستارتنج ادريس اوف ذا بروجرام كود سيجمنت. زين اشون هاي 16 بت احولها الى 20 بت؟ اشون نضربها ب 10 هكسا. تعرف شلون نضربها بهكسا؟ يعني بس مجرد تضيف له صفر بالهكسا. يعني هسه هاي الكود سيجمنت محتوياتها كود سيجمنت ريجستر اللي هي 16 بت، هاي بين قوسين صفر، يعني كانه كنا حولها ادريس، متحولها ادريس بس تضربها بصفر، يعني تحط له صفر كانه ضربناها ب 10 هكسا. والاي بي
الانستركشن بوينتر هذا محتوياته 16 بت. حتى انت تحصل الفيزيكال ادريس تاخذ الكوست سيجمنت تضربه في 10، هذا الكوست سيجمنت يعني 3 9 بي 4 يعني 3 9 بي 4 تضربه في 10 هكسا، بس مجرد تحط له صفر تضربه في 10 هكسا، تجمعه مع الاوفسيت مالته او اللي يسمونه الانستركشن بوينتر، مجرد جمع عادي، فراح نحصل رقم من 20 بت اللي هو راح يكون الفيزيكال ادريس اللي هو الباس انترفيس يونت راح تعتمده من تجيب داتا او تخزن داتا بالذاكره. واضح؟ واضح استاذ مشكور. هلا بالعكس حيل يعجبني ذا حد يسالني، يعني اذا ما تسالون هي هاي المشكله، اذا ما تسالون يعني فعلا احس نفسي قاعد اتكلم مع نفسي، يعني واحد يتكلم مع نفسه ايش يسمونه، فانت تصور هذا وضعيتي، فلازم تسالون لازم شويه تتفاعلون. استاذ نعم الماده خلصت لو بعد؟ لا والله بعد. ليش تعبت؟ والله استاذ اعتقد لي هوني كافي، لان بدت الامور تختلط على الطالب، واكثرهم ترى احتمال ما يفتهمون ويستحون، مثلا يقول لك ما افتهم. ليش يستحون؟ زين ما يخالف، بس زين خلي لي هنا نتوقف، ما يخالف بس خلينا نعطيكم شغله، ناخذ امثله محلوله، ايش تقولون؟ ما راح اخذ ماده نفس الامثله، بس امثله جدا أوكي. بدائيه يا جماعه، يعني كوينشك الشغلات اصلا حتى ما يجيبها بالامتحان، قد ما شغلات بسيطه يعني يجيكم اصعب منها. ايش يعني؟ يلا خلينا ناخذ هاي الامثله، خلينا ناخذ امثله محلوله. خوش يا جماعه، خلينا ناخذ امثله محلوله. تمام سمعوني؟ شوفوا يعني. اذا الكوست سيجمنت هاي قيمته، كوست سيجمنت ريجستر، بنقول كوست سيجمنت ريجستر، يعني شوف بنقول كوست سيجمنت يعني هاي سي اس، معناته هذا ريجستر ما حاجه. ها اذا هي ميموري راح نكتب يمه ميموري. ها فهذه محتوياتها، والانستركشن بوينتر هذه محتوياته. زين مثلا احنا كتبنا اعاز، شوف عندنا هذا اللوجيكال ادريس وهذا اللي اعاز كتبناه، موف انقل لي محتويات سي اكس على البي اكس، او انقل لي بالضبط هو انقل نسخه من محتويات سي اكس ودي لي على البي اكس، انقل نسخه من محتويات السي اكس ودي لي على البي اكس، يعني 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 البي اكس راح يكون عندنا نسختين من البيانات مالتها، موجوده بالسي اكس وموجوده بالبي اكس، هذا معنى الاعاز. هذا وين مكتوب؟ مكتوب ايه هذا اللوجيكال ادريس، هي الكوست سيجمنت والاوفسيت. واضح؟ بس واضح معاي؟ نعم استاذ واضح. مطلوب السؤال ايش يقول؟ What is the physical address of the byte to be fetched from memory located in؟ يعني انطيني، يعني استعت هذا الاعاز اذا البص انترفيس يونت تريد تجيبه حتى تودينه على الاكسكيوشن يونت. زين وين العنوان؟ ايش مين راح تجيبه بالذاكره؟ احنا قلنا اي شيء اي اعاز نجيبه من الذاكره او نكتبه على الذاكره يحتاج له عنوان. يعني الماكرو بروسيسر ما يتعامل مع عنوان، يعني ان هو يعني مبرمج، يعني ماكو ما مثل اكو ناس هومليس تعيش بالشوارع، البيانات لا عنده عناوين وعنده بيوت، ماكو حد ما عنده عنوان. زين هذا الفيزيكال ادريس ايش نجيبه؟ احنا دي قدام عندنا معلومه انه هو حجم 20 بت، 20 بت يعني خمس قطع بالهكساديسمال، خمس ارقام بالهكساديسمال، هذا 20 بت معناته. Physical address code segment في 10 هكسا زائد instruction pointer اللي هو الريجستر يتعامل مع هاي السيجمنت. فنجي الفيزيكال ادريس 4 5 اي 4 اي نضربها في 10 هكسا زائد هذا الرقم، فتضربوها يعني بس مجرد تضيفوا له صفر، هذا الضرب 10 هكسا بس مجرد تضيف له صفر، بالضبط مثل ما رقم 10 تضربه ب 10 عاديه بس تضيف صفر، نفس الشيء بالهكسا ايضا بس نضيف صفر، تجمعوهم راح يطلع ايه هذا الخمس قطع بالهكس بالفيزيكال اللي هو الفيزيكال ادريس، العفو خمس قطع بالهكس. واضح؟ اسليها هذا واضح المثال؟ واضح يا جماعه؟ بس استاذ ماكو زحمه عيد هذا المثال، بس خلي الاستاذ المؤشر وياك حتى يبين المؤشر ما شيء. اوكي عندنا الكوست سيجمنت ريجستر 16 بت، الانستركشن بوينتر 16 بت، صحيح تمام صح. كتبنا إعاز، هذا الإعاز انقل، هذا معنى الإعاز، انقل او انسخ محتويات السي اكس ودي هي بالبي اكس ريجستر، انسخ بالضبط معنى الكلام، انسخ محتويات السي اكس بالبي اكس، يعني نقول انسخ معناته اذا بالسي اكس
اكو وليكن اربع وحدات، معناته هاي الاربع وحدات راح تكون بالسي اكس بعد ما نلف اللعاز بالسي اكس وبالبي اكس، يعني هي انسخ بالضبط ما انقل، انسخ محتويات السي اكس وديليه على البي اكس. وين مكتوب؟ مكتوب في هذا اللوجيكال ادريس. اللوجيكال ادريس اللي هو كوست سيجمنت نقطتين اوفست مثل ما شوفتكم هون، يعني بالضبط انا بالديبجر شوفوا شوف شلون كوست سيجمنت، يعني شوفوا هذا الكوست سيجمنت وهذا الاوفست، يعني الاوفست واضح. هذه يسمونه اللوجيكال ادريس، متكون اللوجيك من 32 بت، بس هذا العنوان هذا اللي لك انت وانا احنا يوزر. بالحقيقه البص انترفيس يونت تتعامل مع شيء يسمونه فيزيكال ادريس، يعني لازم ناخذ الفيزيكال ادريس اللي هو يعني وين تروح على البص انترفيس يونت، على البص على ادريس بص، ادريس بص تكون من 20 بت، 20 بت يعني خمس قطع بالهكساديسمال. بعد ما يعني بالضبط يعني اذا بالضبط شوف هاي المايكرو بروسيسر راح ياخذ هاي ال 20 بت العنوان من هذا الإعاز يروح وين؟ يروح على الذاكره. وبعدين ايضا الكنترول لاين ياخذ شنو؟ ريد، ياشر على الريد، ينطي إعاز ريد. بعدين هذا الإعاز بعد اشلون يقرانه؟ يحوله ماشين كود يقرانه على الباص، على الباص على الداتا باص. بعدين من الداتا باص شوف وين يريد يوديني؟ وين؟ يودينه على وين؟ اشوفكم الرسم، يودينه على الاكسكيوشن يونت. ايانا عاد اربط الكمبينات بعد ما يحصل بعد ما يرفع العنوان ويودينه هنا او هنا العفو. فينتظر بالسرعه يتنفذ، بعدين بعد ما يستخدم هاي الريجسترات النتيجه راح يرجعها هنا يولد له عنوان او يجوز نفس العنوان كيفه حسب البرنامج مالتنا يخزنه بالذاكره. واضح؟ يعني بس شوفتوكم فعليا شلون مثل على التم. شلون زين هذا الفيزيكال ادريس قلنا هو 20 بت ووصل موجود هذا، يعني احنا عم نكتب الكود البرنامج مالتنا عم نكتبه بالكود سيجمنت، اسمه كود سيجمنت نكتب بيها برنامج هو العنوان 20 بت، محتويات الريجستر كود سيجمنت ريجستر 16 بت، حتى نحولها الى 20 بت نضربها في 10 هكسا. هاي المعادله مالتنا. عفوا استاذ شلون يعني 20 بت؟ شلون اعرف انه هو 20 بت؟ هاي من مواصفات المايكرو بروسيسور مالتنا قبل شوي شرحناها. احنا ايش شرحنا قبل شويه؟ ما قلنا انه مواصفات ال 886 مالتنا متكون من 20 بت ادريس بس، ما صحيح؟ تمام. وقلنا اكبر ذاكره يعنونها هي 1 ميجا. ليش 1 ميجا؟ احنا محكومين بال 1 ميجا، يعني العنوان مالتنا 20 بت، 2 لوس 20 1 ميجا، ما صحيح؟ ما تكلمنا هاي المحددات مالتنا، ليش كتبتوا هاي الفيتشرز؟ لان انا محكوم بهذه الفيتشرز. قبل 83 86 لا، يعني اللي 4 جيجا كثير. يعني يقرا ويكتب 32 بت، يختلف بهذا البروسيسور اللي راح يعني ان شاء الله ما تدرسون انت بالرابع يدرسون الطلاب. المهم يعني ما هذا موضوعكم نهائيا، بس انا اعطيكم بس معلومه اضافيه للي يحب يطور نفسه لا اكثر ولا اقل، بس انت ما مطلوب منكم طبعا. هذه المواصفات مال المعالج مالتنا اللي هو الداتا 16 بت، يقرا ويكتب 16 بت، ازيد شيء 16 بت. لو تلاحظ انا ايش كتبته انا يا جماعه بالهذا اللي عاد مثلا هذا اللي عاد انقل محتويات او انسخ لي محتويات البي اكس على اكس، ترى البي اكس والاي اكس 16 بت كل واحد منهم 16 بت، يعني هذا بالكلوك كل وحده راح ينفذ لي هذا اللي عاد 16 بت. بس اذا اريد انقل اكثر لازم اكتب بعد اعادات، نحتاج بعد كلوك. احنا بنقول 16 بت يعني بالكلوك الوحدة 16 بت، واضح؟ زين تمام واضح. زين بعدين ايش نجيب هذا الفيزيكال ادريس اللي هو 20 بت كوست سيجمنت في 10 زائد الاوفسيت زائد الريجستر اللي يشتغل معها، او ممكن ما هسه احنا بالكوست سيجمنت بس الانستركشن بوينتر، غير سيجمنت مثلا عندنا بالداتا سيجمنت اكو اكثر من ريجستر يشتغل مع سيجمنت، ممكن يكونون موجودين بالإعاد كلهم راح ناخذهم ان شاء الله، راح ناخذهم بالادريسنج مود، يعني ما هسه. ولهذا هسه عم اعطيكم امثله يعني على قد الماده شرحناها اليوم، واضح؟ الفيزيكال ادريس كوست سيجمنت في 10 هكسا زائد الاوفسيت، هاي الكوست سيجمنت. الوقت لو عندك اذا عندك حاسبه وانت تحسبها بايدك يعني ما يبغى لنا شيء، تضربها في 10 هكسا يعني بس مجرد تضيف لها صفر فتصير 5 اي 4 اي صفر زائد الاوفسيت اللي هي اللي اعطيتكم هو 2 8 بي 6 وتجمعهم راح تكون الفيزيكال ادريس، هذا العنوان الحقيقي اللي خلينا نقول البص انترفيس يونت تحتاجه حتى تجيب هذا اللي عايز من الذاكره او تودي تخزن شغله بالذاكره، هذا العنوان.
ناخذ مثال له، عندنا مثلا الستاك سيجمنت، هاي قيمته الستاك سيجمنت ريجستر. الستاك بوينتر هو خلينا نقول الاوفسيت اللي يشتغل مع الستاك سيجمنت، هذا قيمته. What is the physical address of the byte to be fetched from memory located in؟ يعني ايش هو العنوان الفيزياوي للإعاد اللي يحتاج البص انترفيرنس تجيبه من الذاكرة، او ممكن تخزنه بالذاكرة. واضح؟ نجي physical address stack segment في 10 زائدا الاوفسيت، الاوفسيت مالتنا راح يكون الستاك بوينتر، فايضا تضربه في 10 زائدا الستاك يعني خلينا نقول ال SP اللي هو الستاك بوينتر، راح يطلع لنا هذا الفيزيكال ادريس. ناخذ مثال اخر، اذا الكود سيجمنت 4800، هذا ايش نشوف؟ متكون من اربع قطع يعني 16 بت، يعني هذا كود سيجمنت ريجستر من 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 قيمة البيانات اللي يحملها، فهاي الكود سيجمنت ريجستر. بليز رايت ذا ستارتنج ادريس اند ذا اندنج ادريس اوف ذا كود سيجمنت ميموري. يعني احنا بهذا المثال، هتسمعوني؟ ما اريد اتكلم يعني كثير. نعم استاذ. يعني احنا يا جماعه احنا ايش اتفقنا؟ احنا اتفقنا انه الذاكره 1 ميجا مقسمه الى اربع اقسام، كوست سيجمنت داتا سيجمنت، كل قسم هو 64 كيلو بايت. هاي الكوست سيجمنت ريجستر يحتوي على عنوان بدايه شو مين، تبتدي من هنا الى فوق، تبتدي من هنا الى فوق، يعني ما تبدي مثلنا من فوق كذا اللي جوا. واضح؟ ايه هاي راح نجي عليها بالمختبر، راح نشرحها، ويعني في تفاصيل بعده. اوكي هاي 64 كيلو، هاي اتفقنا عليها، بس هاي النقطه بالتشوفكم اياها اللي راح استخدمها زين حتى نحصل العنوان البدايه مال السيجمنت. مجرد نضرب هذا المحتويات السيجمنت 4800 نضربه في 10 فصلت 48000 هكس زين، هذا عنوان البدايه زين. عنوان النهايه ايش ناخذه؟ زائدا 64 كيلو. زين ايش 64 كيلو بالهكسا؟ اربع افات. ايش عرفنا اربع افات؟ صفط الموحدات. واضح؟ تحولها بالحاسبه بكيفك، انا الحاسبه يعني ممكن تستخدمها ما امنع عن الطالب. لان ما يعني المفروض انت هاي كلها تحلها بيدك بصراحه، يعني المفروض انت ورقه وقلم، يعني انت تعرف شلون تحول من العشري على الباينري، من الباينري على الهكسا. يعني ما مضطر تستخدم الحاسبه، بس اكو كثير طلاب يغلطون بالتحويل، واذا غلطت بالتحويل يعني جزء انت تعرف المبدا بس يعني غلطت شغله مثلا، راح نخسره السؤال كلته، طالب يصفر اذا حول لنا غلط. ولهذا قلوا خلي يستخدم الحاسب، بس المهم قال له يعرف يعني هي ما الغايه التحويل، يعني هذا التحويل انت تاخذون صف اول وثاني، بس احنا بالثالث انا اعتبركم انه انتم بتعرفون تحولون، ولهذا خلي تستخدمون الحاسب. زين العنوان البدايه هو 48000 قلنا ضربناه كوست سيجمنت في 10، عنوان النهايه الاندي هي ستار سيجمنت ستار ادريس زائدا 64 كيلو. 64 كيلو تجمعوهم راح يطلع هذا عنوان البدايه، هذا عنوان النهايه مال هاي الذاكره. واضح؟ نعم استاذ تمام واضح. تعرفون شلون تحولون 64 كيلو على اربع افات؟ يعني لازم تعرفوها، يعني ما كل شيء احنا نقدر نشرحه بالكورس، يعني هاي شغله من الصف اول يعني جديات يعني. الو معاي؟ نعم نعم استاذ اسمع بس شوي اكون نسيان وهيك شيء للرد الراجع. اوكي راح هاي الدوكيومنت راح احمل لكم ايضا على الكلاس، راح اخذ القديمه وانزل لكم هاي الدوكيومنت، حتى الاسئله همين راح اعطيكم اياها. خلاص اي يعني 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 انا بصراحه بالي هاي كلها اشرحها الى الفلاج ريجستر، بس اشوف يعني ما تقدرون تكملون هذه هي. الو لا استاذ الو بس احد يتكلم معي رجاء. معك استاذ. ايه تاخذون هذه ننهي المحاضره هذا استاذ. اوكي اي والله استاذ خليها المحاضره جاي نكمل. اشوفكم الخميس ان شاء الله المختبر، والعفو الهوم ورك يعني هذه راح ابدي اصلحه وانطيكم يعني الجواب الصحيح، والدرجه راح تاخذوها على الكلاس الدرجه. خوش تمام استاذ ان شاء الله درجه حتكونها على الكلاس. هاي النقطه. النقطه الاخرى المختبر على الوات تجون، يعني هذا اول مختبر يعني بعده ما اعرف، يعني اذا تبون نعطيه اونلاين مثل باقي المختبراتكم يعني ما مشكله، بس لازم تجون على المختبر بس بالبدايه يعني
يعني ما أقدر أنطيكم كل شيء أونلاين، يعني كبداية فقط أحتاج تجون على المختبر. أستاذ نجي الخميس إن شاء الله. أوكي أوكي صار هذه يعني. ما حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ استاذ بلا زحمه، ده التحويل ال 64 ده تقدر توضح لنا اياه؟ ما احنا ايش قلنا؟ ايش قلت لكم؟ المفروض انتم تعرفون تحولونه، يعني 64 كيلو، الكيلو الكيلو 1024 بت، الكيلو 210، يعني 10 وحدات صح؟ تحطهم واحد يم الاخر، ال 10 كم؟ وبعدين ال 64 ايضا تحولها وحدات وتفصلهم كل اربع وحدات هاي وتحولوا هكسا. يعني احنا الاساس ال 16 بت انهم تحولها راح يصير انه هي 16 واحد، خلينا نقول بس ال 64 هم راح تحول 64 واحد، كان يعني لو شلون شنو 64 واحد؟ شلون 64 واحد؟ لا عندنا مو مجدق، احنا اللي اخذناه اخذنا الباينري والديسيمال والاوكتل والهكساديسيمال ذن اللي اخذناه. اي ما احنا 64 كيلو 64 كيلو نعم هذه العشري انا اتكلم عنها، انا اقول لك حول لي هي هكسا. اوكي تمام. الكيلو الكيلو هو 2 للاس 10 صح لا لا؟ يعني 10 يعني 10 وحدات، بننزل حط 10 وحدات، حط 10 وحدات صحيح لا لا؟ ال 8 ال 64 عفوا ال 64 عفوا كم هاي كم واحد تحطها يمه وتقسمهم كل اربع وحدات هاي تصير يصيرون اف. تمام اوكي. ايه لا لا يعني لازم التحويلات لازم تعرفوا لازم، يعني ما كل شيء موجود احنا كتحويلات، يعني اخذناها النذن اللي اخذناها الباينري والديسيمال والاوكتل والهكساديسيمال، بس ما اعرف هاي الشغله ال 64 كيلو ما اعرف احس انه ما اخذها. هو اخذ ال 64 كيلو 20 حوله على الهكسا، حوله استخدم الحاسبه تبع 64 كيلو 64 في 1024 وحوله هكسا. تمام اوكي. هذه يعني هو 64 كيلو ايش 64 كيلو 20 يعني يعني ما باينري بس تحوله على هكسا يطلع 4 افات. تمام والله يعني استاذ انا عليك كيفك بينا، ترى التحويلات صار لنا سنتين من مغذيه ليس يعني كلها ناسيه من الاول. اي فرصه نتراجعها، يعني ايش اخذنا الكورس الاول لك احنا على المحاضره الاولى؟ ما احنا نحتاجه، يعني ما مساله هاي، يعني احنا نحتاجه بشغلنا كثير راح نحتاجه. كيلو على انه هو نظام، بس هو ما نظام، هي وحده كيلو ميجا هاي اي ما نظام كيلو. تحويل هي يحسبوها نظام تحويل وما نظام تحويل 64 كيلو يعني ما اعرف من رد. اذا تجون بالمختبر نشتغله خوش بالمختبر اشوف الخميس ان شاء الله. يعني اذا بالمحاضره الاولى حتى عم تقول لكم جدول بيها، بس اذا كنت قريتها راح تشوفها موجوده. يعني انا شويه مختبر نجيك الخميس المختبر ان شاء الله. ايه عامل هذا بيكم اوكي. يلا نلتقي الخميس ان شاء الله. ان شاء الله استاذ. والتحويلات كوي لازم تراجعوا، يعني انا ما مسألة اراجعكم شغله شغلتين، يعني شغله يعني اقله بس خذوا لكم فكره عنه، وانا يعني بلغتكم الحاسبه تقدر تستخدمها. يعني ما انا امتحنك بالتحويلات، هاي التحويلات المفروض انت تعرفها والحاسبه تقدر تستخدمها، الحاسبه ما ممنوعه بالامتحان صح ولا لا؟ اكيد نعم. اي فيعني لازم انت تعرف شلون تحول الحاسبه، تعرف شلون تستخدم الحاسبه. اكو طلاب مرات تتفاجئ حتى الحاسبه ما يعرفون يستخدموها. ان شاء الله ما يعني انتم ما من ضمن هذول الطلاب، بس يعني مساله شويه يعني ان شاء الله كنا ختمها. احنا ما نقدر يعني انا شرحت لكم الفلوتنج بوينت، يعني انتم فعلا ما كنا اخذتموه، سالت استاذ علي قال لي ما اخذون، ولهذا شرحنا له حتى راح ندخله ضمن يعني ضمن الاسئله اللي راح تجيكم الامتحان. يعني انتم نهائيا ما كنا اخذتموه عشان تحول الفلوتنج بوينت، بس البقيه حسب ما بلان استاذ علي كنا اخذتمها. يعني يعني حتى شفتوا السليبس ما مناهجكم كثير شغلات انا حكيتوها انتم كنا اخذتمها، وفعلا يعني يعني ما سالتني كثير عليه لانه فعلا كنا اخذتمها، بس هذا الفلوتنج بوينت انتم ما كنا اخذتموه ولهذا اعطيتكم اياه. فيعني هاي التحويلات المفروض انتم تعرفوها. يعني احنا شوفوا احنا بندرس ماده، يعني انا اكمل على الشيء اللي انت ما اخذتمه، احنا ما كل مره نبدي من الصفر، انت ما راح نتقدم الى هالشكل، ما راح لا اتقدم انا بالماده مالي ولا انتم تتقدمون بدراستكم، ما راح تاخذون شيء جديد. يعني راح اشرح لكم شغله
معاده كنا ختمها قبل سنتين مثلا، وش راح نستفاد؟ يعني ما راح ناخذ الماده الجديده مال هالسنه. فلازم يعني انتم تراجعون السابق، انا ما عاد طالبكم امتحنكم بيها، لا حاسب تقدر تستخدمها بس على الاقل تعمل شلون يتم التحويل على الاقل. انا قلت لكم الاوكتل احنا ما راح نستخدمه، راح نستخدم باينري وهكسا، وهكسا اكثر شيء هكسا، يعني اكثر يعني 90% من ارقامنا هكسا، اكثر من 90%. اوكي فحاول تركز على هاي النقاط، يعني انا عاد اخليك هاي شغلات مهمه، يعني هاي نعتبرها بديهيه، يعني انت بصف ثالث، انت يعني حتى ما ثاني صف ثالث، فالمفروض هاي الشغلات انتم تعرفوها. يعني ما اقدر كل مره اشرح لكم ان شاء الله ختمها بصف اول، يعني فعلا فعلا ما استاذ احنا التحويلات اخذناها. اي انا عارف اخذتها علي قال لي اخذتها، بس هذا الموضوع اللي انا شرحتونه هذا شويه ادفانس، هذا ما يعني ما حد ينطينه، يعني بصراحه ما حد ينطينه، انا عاد اخليك يمكن اول واحد انطينه انا فاش، فلان انا برايي شغله كلش مهمه، وشغله المهمه اكثر انه هذا الموضوع مال الفلوتنج بوينت ما تقدر تستخدم الحاسب، لان ماكو حاسبات علميه تطلع لك هو على حد علمي، باقي جزء ساعته اكو والله اعلم. ما قلت لك احنا بالنسبه للتحويلات اللي اخذناها الباينري الديسمال اوكتل هيكساديسمال، يعني مثلا من نطيل 64 اوكي خلينا نقول بالاوكتل هاي او بالديسمال مثلا يقول لي حوله الهيكساديسمال انه قسمه على 16 واحوله، بس ك 64 كيلو يعني ما اخذنا شيء انه اسمه كيلو، كنا ناخذ انه شيء ثابت بوحده كيلو على مود لا يطلع رقم كبير، كيلو يعني كيلو 10 يعني. ما 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 فكرت انه غير شيء انه شغله الكيلو على هاي سالتك يعني. لا ما انا يعني العفو يعني انا اعطيتكم هو يعني يعني العفو انا اعطيتكم حتى جدول بالكيلو بالميجا بالجيجا، تقدر تراجع المحاضره الاولى. وعلى العموم على العموم يعني يعني هي الواحد ميجا 5 افات، ال 64 كيلو 4 افات تحويل مالتها، يعني هاي لازم يعني لازم شويه انتم شويه تعرفوا بس اكيد نفس. اوكي يلا يا جماعه انا اذا انتم يعني انا يعني ما عندي شيء خلصته تمام، اشوفكم الخميس ان شاء الله، اشوفكم الخميس ان شاء الله، مع السلامه ان شاء الله استاذ. اهلا وسهلا استاذ، اهلا وسهلا الخميس ان شاء الله.